نصيحة خاصة للآباء والأمهات، كلمة الله عنك هذه لا تجوز، وأمرها خطير، لأنها وإن كانت خبر إلا أنها على سبيل الدعاء، أو هي دعاء على سبيل الخبر، هي دعاء على سبيل الخبر، فكأنك تقول أسأل الله أن يطردك من رحمته، أن يخرجك من رحمته. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في المسلم، بل يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاح، لا سيما الأبناء. فتتحرز الأمهات والآباء من أمر الدعاء على الأبناء سواء باللعن أو الدعاء بغيره، فإنه ربما وافق ساعة إجابة فاستجاب الله جل وعلا هذا الدعاء. الله لا يوفق ثم تقول والله ابني ما وجد عمل ولا رأى عافية بسبب الأدعية ليل نهار، ودعاء الوالدين مستجاب كما جاء في الأحاديث، فيداك أوكتا وفوك نفخ، أنت السبب في ذلك. أو قد يكون هذا من الأسباب العظيمة التي يبتلى بها الأبناء، هو دعاء الآباء عليهم أو الأمهات. فعلى الآباء والأمهات أن ينظروا في هذا الأمر وأن يحكموا الشرع، وأن لا تأخذهم أوقات الغضب في معصية الله جل وعلا.